اتكلم، وده لسبب بسيط، ان انا شايف ان انا لسه بعيد قوي عن ان انا اتكلم او انصح الناس بحاجه، او لو انصح حد بنصحه بشغلي على سكيل اللي انا اقدر امنتينه، ومش هقول معلومه غير لو انا واثق فيها 1000000%. الفتره الاخيره ناس كتير قوي طلعت عملت فيديوهات على حاجات كتير جدا، منهم ناس شاطره جدا 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 في المجال ده، ومنهم ناس عندهم اكسبيرينس طويل جدا اطول من الاكسبيرينس بتاع حد زيي بكتير. الناس مش عارفه الباك جراوند بتاعي، انا كنت لعيب كوره طول حياتي، وبدات بيه في سنه 2013، فدي السنه الرابعه ليا في المجال ده. الحمد لله اتعلمت كتير قوي في ال4 سنين اللي فاتوا، وخدت اكسبيرينس كتير جدا في عدد الساعات اللي مرنتها. بس يعني كل واحد عشان يتكلم في موضوع لازم يكون متاكد من هو بيقوله، لان للاسف في الفيتنس اندستري من اكتر الاندستريز سنها صغير، او زي يونج ايج اندستري في اللي احنا فيه. اندستري ما كملتش 4 سنين ديفلوبت في مصر. قبل كده كان عندنا بس جيمز، وما فيش فيتنس انتيتيز، ما فيش كروس فيت، ما فيش الكلام كله اللي احنا بنتكلم فيه ده. فطبيعي جدا ان يحصل تساؤلات كتير، وطبيعي جدا ان يطلع ناس تقول كلام واقعي، وطبيعي جدا ان يطلع ناس تقول كلام مش واقعي ومش حقيقي. عشان بس نكات لونج ستوري شورت زي ما بيقولوا، او عشان نتكلم في حاجه واقعيه ممكن تحصل، وحاجه ما تلخبطش ناس كتيره. في رياضات كل الناس عارفاها ومتعرف عليها، زي الكوره، زي الباسكت بول، زي العاب القوه، دي رياضه زي اي رياضه، فالموضوع معروف ومفهوم. فلما طلعت كروسفيت او موضه كروسفيت زي ما بيقولوا، او الفيتنس انتيتيز اللي موجوده اللي بتمرن، الكلام ده مش جديد، الكلام ده كان دايما موجود، مفيش حاجه حصلت في كروسفيت حاجه جديده او اختراع جديد. دي حاجات كانت كلها موجوده، جه راجل اسمه جريج جلاسمن حطها، هي بوت ات توجذر يعني في بروجرامز معينه، وقال لك يا جماعه This is the sport of fitness. هو الراجل عمل الاسامبشن دي، وعمرنا ولا دلوقتي ولا بعد 1000000 سنة هنتفق ان فيتنس هو كروس فيت او لا. فيتنس از فيتنس، لو واحد بكل الموداليتيز بتاعته وبكل الفانكشنز بتاعته، فيتنس از فيتنس. مش فارقه بقى انت بتعمل كروس فيت، انت بتتمرن فيتنس. احنا من واحنا عيال صغيره كنا بنشوف ناس في التراك بتتمرن فيتنس، ما كانش فيه كروس فيت ساعتها. بودي بيلدينج از سبورت، ويت ليفتنج، اولمبيك ويت ليفتنج زي الكلين اند جيرك والسناتش اللي بتشوفوه في الاولمبيكس زي كابتن محمد ايهاب مثلا، از سبورت. دي رياضه طول عمرها موجوده. كروس فيت رياضه، مش رياضه بروفيشنال، ملهاش فيدريشن، ملهاش كاس عالم، ملهاش اولمبيات، ملهاش اي حاجه من الحاجات دي. ليها حاجه اسمها كروس فيت جيمز. امريكا احسن بلد بتعمل ماركتنج في العالم، وذر في افلام، وذر في اغاني، وذر في اي حاجه في حياتنا، هم الناس اللي بتكريت الحاجات دي. فهم دي كريتد حاجه اسمها كروسفيت، وقال لك ذس از ذا سبورت اوف فيتنس، فاحنا هنحاول نعمل رياضه من الفيتنس. فدي كومباين تلات حاجات: ميتابوليك كونديشننج اللي كلنا بنعمله طول حياتنا، نط الحبل، الجري، الروينج، العوم، كل الحاجات اللي الناس طول حياتها بتعملهم، مع الجيمناستكس اللي احنا برضو بنتفرج عليه في الاولمبيكس، واللي هي سبورت اوريدي، زي الناس بتشوف الناس تعمل ماسل ابس على البارات، العقله، بيستل سكواتس، سكواتس على رجل واحده، حد بينط بوكس جامبس، حد بيعمل رينج ماسل ابس، حد بيعمل رينج ديبس، حد بيعمل هاند ستاند بوش ابس، كل ده از جيمناستكس موف. انا مش هتطرق لحته احنا بنعمل ليه كيبنج بول ابس، وليه شكلكم متخلفين عقليا وانتوا بتتمرجحوا على عقله، ما نعمل العقله التراديشنال بتاعت الجيم اللي انا بسحب نفسي وانزل، دي سترينث ودي جيمناستكس، دي حاجه ودي حاجه. فمش هنخش في القصه دي دلوقتي خالص. والحاجه الثالثه اللي هي الويت ليفتنج، منها بقى اولمبيك ليفتنج، كلين اند جيرك وسناتشز اند سو اون، دي ستارتد انتروديوسنج ات تو ذا بابليك، او للناس العاديه ان هي تبدا تتعلمها، مش لازم تبقى بروفيشنال عشان تعملها. دي كومبايند الثلاث حاجات دول وعملوا منها كومبيتيشن اسمها كروسفيت جيمز. فبدات الناس في العالم كله بتتمرن لكروسفيت جيمز في امريكا، بدات اللعبه تنتشر في العالم، عملوا فرانشايز بروجرام عشان يكبروا البراند اللي اسمه كروسفيت ده، ان انت بتدفع افيليشن فيز في السنه، وبتعمل بيبقى انت اسمك ايا كان بقى
اسمك كروسفيت ايه، زي كل اماكن الكروسفيت اللي في الدنيا، اتس ا فرانشايز. طيب السمعه الوحشه جايه منين؟ جايه للاسف من المدربين. انا ما عنديش كروسفيت افيليت، انا شركتي اسمها بي فيت ما اسمهاش كروسفيت. بستعمل كروسفيت ميثودولوجي في تمرين الناس ديفينتلي، بستعمل كروسفيت ميثودولوجي في تمريني انا بيرسونلي ديفينتلي، لان هي ميثودولوجي، هي حاجه موجوده، انت بقى مقتنع بيها او مش مقتنع بيها ده موضوع سيبريت تمام، بس هي حاجه موجوده ومفيده لو اتعملت صح. السمعه جت غلط منين؟ جت من المدربين. انا رحت عملت كروسفيت ليفل 1 كورس يومين، كروسفيت ليفل 2 كورس يومين. هل الكورس ده كافي ان انت تبقى سيرتيفايد ان انت تمرن الناس؟ هما بيدوك التولز ان انت تمرن الناس عشان هما عايزين يكبروا بسرعه كفرانشايز سيستم، بس لو سمعت الجيم وحشه او لو حد اتصاب من كروسفيت ده خطا المدرب او الديس اونستي بتاعه المدرب، مش عيب في كروسفيت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن يبقى عندي بمرن حد كروسفيت، بيجي لي واحده ست كبيره بخليها تعمل سكواتس على بوكس عشان ركبها لسه ما تستحملش او عشان لسه ما عندهاش الفانكشناليتي او او او، وممكن يجي لي ولد اوريدي ديفلوبد جدا، اوريدي بيعمل اوريدي عنده سترينث بيس، اوريدي عنده ايروبيك كاباسيتي بيس، بخليه يعمل كلين اند جيرك او سناتشز بيسك تكنيكس الاول واحده واحده من غير ويتس لحد ما اطمن عليه. And then when you build الموبيليتي والفانكشن بتاعته والستابيليتي وكل الكلام ده from a safe approach، ممكن تبدا تشوفوا الفيديوهات بقى بتاعه الويتس الثقيله اللي متشاله وكده. الكلام ده ما حصلش في يوم وليله، this is a normal progression. ف to sum things up، body building is a sport. It has always been a sport. المين تركيز بتاعها ممكن يكون في strength gains جامده جدا، ممكن يكون في شيب مش طبيعي، عشان هي اللعبه اسمها كده، اسمها بودي بيلدينج، يو ار بيلدينج يور بودي، فانت بتركز على كل عضله في جسمك وبتخلي الشيب بتاعها كويس، ودي ليها طبيعه تمرين وليها ناسها وليها الناس اللي بيحبوها وبيلعبوها. في ناس بتلعب فيزيك ما بتلعبش بودي بيلدينج، تلعب فيزيك زي كابتن محمود فكري، هو اختار التراك ده، هو عايز يلعب بطولات في التراك ده، هو راجل بيمثل مصر في التراك ده وليه كل الريسبكت. وفي ناس بتلعب كروسفيت وهم اختاروا التراك ده وهم بيحبوا يكمبيتوا وهم بيحبوا يديفلوب الفيتنس بتاعهم، وفي ناس بتلعب نفس الثلاث رياضات من غير ما تاخدها بروفيشنالي. فانا مش شايف اي سبب لاي كونفليكت. كميه الناس اللي عماله تبعت لي مسجز ان انا اشرح وان انا اقول ايه احسن من ايه، مفيش حاجه اسمها ايه احسن من ايه، في حاجه اسمها انت عايز تطلع ايه. ما ينفعش تروح تقول لي الكوره احسن ولا الجودو، هي نفس الحاجه، انت عايز تلعب كوره، انت عايز تلعب جودو، انت بتحب تجري تراثلون بتروح تجهز تراثلون، بتعوم وتركب عجل وتجري، يعني مش هتروح تلعب تراثلون فتقعد تلعب كل يوم بنش وظهر في الجيم. يعني انت عايز تلعب بودي بيلدينج محتاج تلعب سايكلز على الماسلز بتاعتك، محتاج ترسم كل عضله بشكل معين، محتاج تدي كل ميجر وماينر ماسل في جسمك تركيز. انت محتاج تلعب كروسفيت، انت محتاج حاجات تانية خالص، انت محتاج تيمبروف الموبيليتي بتاعتك عشان تعرف تتحرك، انت محتاج تيمبروف الستابيليتي بتاعتك عشان تبقى سيف في الفولنربل بوزيشنز اللي عمرنا ما بنوصل لها في حياتنا الطبيعيه. And that's why you work on stability drills مع مدرب فاهم شغله. And you want to compete, you take it to the different level. عشان نقفل في قصه الاصابات دي، اي حد يا جماعه بيلعب رياضه بروفيشنال فاهم ان فيها اصابات. انا لعبت كوره بروفيشنال في النادي الاهلي من وانا عندي 13 سنه، اتصبت 7 او 8 او 10 مرات اصابات كبيره في ال 10 سنين اللي لعبت فيهم كوره، ده حاجه طبيعيه جدا. نفس الكلام في كروسفيت، اللي داخل يكمبيت ممكن يتصاب، وهو فاهم ان هو ممكن يتصاب، ولما يتصاب مش هيتخانق مع مدربه ان هو اتصاب. شيت هابنز يعني. زي ما ممكن تتصاب في الجيم، زي ما ناس قد كده بتخش الجيم ما بتعرفش تسخن كتافها ومش بتسخن الروتيتور كاف بتاعتها ويخش يلعب بنش اللي نفسه جاله التهاب في كتفه، اشهر اصابه في بتجيلنا في الجيم يعني. ف قصه ايه اللي احسن من ايه، دول ثلاث رياضات مختلفين تماما، او 100 رياضه مختلفه تماما، مفيش حاجه اسمها ده احسن من ده. قصه في اصابات في كروسفيت اكيد في، زي ما في اصابات في اي رياضه ثانيه. النصيحه اللي ممكن اقولها للناس، اتاكد ان انت بتتمرن مع حد فاهم شغله، وتاكد ان انت بتتمرن مع حد فاهم انت عايز ايه، وقبل ده وده قرر انت عايز ايه، اللي انت عايز توصل له. هل انت عايز ان انت بس تيمبروف الفانكشناليتي بتاعتك؟ هل ان انت بس عايز ان انت تبقى عايش حياتك بشكل صحي وجسمك شكله كويس وما عندكش فاتس كتيره ومبسوط وانت لابس لبسك،
ولا انت عايز تتيكت تو ذا نيكست ليفل وعايز يكون عندك كومبيتيتيف سبيريت وبتحب تقيس تايمز بتاعتك في حاجات وتحسنها؟ ممكن الكلام ده يبقى تراثلون، ممكن الكلام ده يبقى اوزان في الجيم، ممكن الكلام ده يبقى كروس فيت، ممكن يكون ايا كان هو ايه. فانا مش شايف اي سبب لاي كونفليكت بين الناس وبعض، وشايف ان في الاخر الكلاينت او الاثليت او الشخص اللي بيستخدم السيرفيس بتاعت الترينر من حقه يختار كل حاجه. وعايزين نطلع بقى بره البابل بتاعه ان الناس تقعد تقطع في بعض حسب مين بيشتغل ايه. كل واحد بيختار شغلته، كل واحد بيختار الحاجه اللي بيحبها، ده لا يقلل من حد ولا يزود من حد تاني. فالناس بس محتاجه ترجع كده للبيسكس وتهدى على بعض شويه، وكل الناس في الفيتنس اندستري تستفيد لما الاندستري تتحسن. ولو القائمين على الاندستري دي مش شايفين البيجر بيكتشر ومش شايفين ان نجاح الاندستري دي كلها هينجحهم هم شخصيا، يبقى الناس دي مش فاهمه حاجه. واسف اني طولت عليكم، ميرسي انكم سمعتوني.